استقبل الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه سعاده اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي المفتش العام لوزاره الداخليه بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه ورئيس المنظمه المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه الانتربول جاء ذلك بحضور سعاده رئيس الامن العام ومدير عام الاداره العامه لمكافحه الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بسعاده اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي والوفد المرافق مؤكدا عمق العلاقات التاريخيه المتميزه بين مملكه البحرين ودوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في كافه مجالات العمل الامني. واشاد معاليه بالتعاون بين وزاره الداخليه ومنظمه الانتربول في مجالات مكافحه الجريمه المنظمه ومواجهه التحديات الامنيه معربا عن تقديره للجهود المتميزه والاحترافيه التي تقوم بها المنظمه لمسانده اجهزه الشرطه الدوليه وتقديم كافه سبل الدعم لك... لمكافحه الجرائم التي تتخذ طابعا دوليا في اطار المحافظه على الامن والسلم الدوليين وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الامنيه بما من شانه دعم مسيره التعاون الامني والارتقاء بالاداء في مواجهه التحديات الامنيه والمتغيرات المتسارعه